الاحتجاجات الحاشدة في ميانمار تتصاعد. الجيش حذر من التجمعات الكبيرة، لكن المحتجين لم يستجيبوا. خرجوا بمئات الآلاف إلى شوارع رانغون كبرى مدن ميانمار، وواجهوا الشرطة وخراطيم المياه والرصاص المطاطية في العاصمة نابيداو، رفضاً للانقلاب والديكتاتورية العسكرية. العسكريون لوحوا لأول مرة باتخاذ خطوات ضد المتظاهرين. في ثاني أكبر مدن البلاد ماندلاي، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت ما لا يقل عن 27 متظاهراً بينهم مراسل. الجيش كان قد حضر التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من 5 أشخاص، فرض حظر تجول من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 4 صباحاً، وشدد إجراءاته في منطقتي سانشونغ وكامايوت قرب رانغون، اللتين تعدان من أبرز المناطق الساخنة التي يتجمع فيها المتظاهرون. أما قائد الجيش مين أونغ هلاينغ فأدلى بأول تصريح له ليندد بعمليات تزوير مزعومة في الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي، التي فازت بها الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية برئاسة أونغ سان سوتشي بأغلبية ساحقة. الجيش استولى على السلطة الأسبوع الماضي وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام في ميانمار، في حين وضعت سوتشي وكبار قادة حزب الرابطة الوطنية ومن بينهم الرئيس وين مينت قيد الإقامة الجبرية.